بمواقع صنع القرار 8 حقائب وزارية، 40 نائبة بمجلس الشيوخ، 162 نائبا بمجلس النواب، 98 قاضية بمجلس الدولة، 1980 قاضية بالنيابة الإدارية، 677 بهيئة قضايا الدولة. دور المرأة في مصر بتكلم عنه بتقدير واحترام واعتزاز. التمكين الاقتصادي، مشروع تحفيز ريادة الأعمال بمشروعات خلقت فرص عمل للمرأة، قرض مستورة بفرص عمل للآلاف بمشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة. الفكرة مش قوانين وتشريعات، الفكرة في ان احنا نتعامل مع بعضنا البعض، مش ابدا مرتبط بان يبقى في قانون فقط هو اللي يدفعنا لكده، ولكن تشكيل ثقافة وتشكيل عادات وتقاليد نحترم فيها اولا بعضنا البعض، ثم كمان احترام المرأة بما يليق. في مجال الحماية، مبادرة الكشف المجاني على 28 مليون سيدة، تغليظ عقوبة ختان الإناث، تغليظ عقوبة التحرش بالحبس لمدة لا تقل عن 2 ولا تجاوز 4 سنوات، حياة كريمة تسهم في تحسين مستوى معيشة المرأة. الرهان على المصريين، الرهان على المصريين، والرهان على الست المصرية اللي هي خافت قبل كده على بلدها ووقفت، هي برضو اللي هتوقف. خلي بالها.